هاي تستخدم كلمة جسر بكل اللغات للتعبير عن التواصل لأنه الجسور انبنت وبتنبني بالفعل لتوصل مكانين ببعضهم. جسر مكنك بولاية ميشيغان يلي بيبلغ طوله 8 أمتار يعتبر من أطول الجسور بالعالم مع ارتفاع 168 متر. عنده برنامج خاص بيبعت أحد العاملين لنقل الناس إذا كانوا خايفين من السواقة عليه، وبيتلقى سنوياً حوالي 1200 ل 1400 اتصال. بمحاولة لتخفيض عدد الانتحارات عن جسر مابو بكوريا الجنوبية، تمت إعادة تسميته بجسر الحياة وبطريقة غير رسمية، وتم تزيينه بلافتات إيجابية وتماثيل بتعبر عن التعاطف. الغريب أنه من وقتها زادت نسبة الانتحارات عنه 6 مرات بالسنة اللاحقة. تم رسم جسور وهمية مش موجودة بأي بلد أوروبي على عملة اليورو تما يزعل حدا، وبالوقت ذاته لتمثيل الأنماط المعمارية بأوروبا على مر الوقت. مين قال إنه هولندا رجعت بنت كل هالجسور؟ أنا قال. شوفكم بكرة.